du jour. L'initiative du jour نرجع معكم في كل نهار وقسمون كملوا معكم رفقكم حتى للستة. واليوم المبادرة جينا من جمعية اونيفرسال واللي تقوم بمبادرة اللي هي تتمثل في توفير 100 وجبة افطار للي ZDF. دونك باش ناخذوا تفاصيل نتاع الاكسيون هذيا مع عرفة تويتي اللي هو الناطق الرسمي باسم جمعية اونيفرسال. عرفة اهلا وسهلا مرحبا. يعيشك بارك الله فيك. يعيشك يرحم والديك. يعيشك سيدنتي. شكرا لك صحة على الاستضافة هذيا. يعيشك. عرفة هي تنذكروا شوية بجمعية اونيفرسال بالأنشطة اللي تخدموا عليها على طول قبل ما نوصلوا للأكسيون تاع رمضان. احنا هي بالعربية متحدون من أجل الإنسانية اللي يعرفوها العباد اونيفرسال. نعاونوا الناس اللي فقدوا سند وما عندهمش مأوى اللي هما اللي ZDF. نوفروا لهم ماكلة على طول العام من جانفي لديسمبر. جست تضاعف المجهودات وتكثر الاضافات في المجهود في شهر رمضان. معناها يكون فما اقبال برشا نتاع عباد ونعملوا اكثر من اكسيون. فهمت؟ سير الايام كما نقولوا نحن 100، اما في رمضان نوصلوا حتى 250 300. احنا توا ديجا اليوم باش نوصلوا حكايه 350 باش نخرجوا. معناها مش كان ZDF، العائلات المعوزه المحتاجين وكل. معناها نقولوا هكاك في الحاجة هذوما نفرقوا. جوستومون في رمضان قلت لي التحدي يكون اصعب ومعناتها تحاولوا تمسوا اكثر ناس ممكنه. شنو كانت ليزاكسيون اللي خدمتوهم في رمضان؟ والله نخدموا كما نقولوا نفرقوا عشاوات. معناها شقان فطر وكل شيء بالطور نتاعو وكل وقريب العيد نفرقوا حوايج وكل. معناها للايتام والعائلات المعوزه وكل. معناها نحاولوا نوفروا لهم اكثر مواد واكثر حاجات نقايص. معناها فهمت الحاجات اللي يحتاجوهم وكل. فهمت رفقوهم معناها من الاول حتى الاخر. نعطيهم كما نقولوا شقان فطر وكل بريد تاع العيد نكملوا لهم حوايج العيد ونكملوا الحلو نتاعهم اللي نتهناوا عليهم عايدوا. فهمت جوستومون لتوفير وجبات الافطار القضيه للوجيستيك معناها تحضير لي منيو وكيف كيف حوايج العيد. يعني كيفاه خالطين انكم توفروا التبرعات والمساعدات الماديه بشكل كافي؟ اي احنا التبرعات معناها نعملوا كيما نقولوا ديسكون في الاماكن العامه. معناها باش نلمدوا كيما نقول المواد الغذائيه. فما عباد تعرفنا فما شركات وكل شيء يعرفونا خاطر نحن نخدموا على الطول العام ما شاء الله. معناها كيما نقولوا معروفين معروفين. فهمت اوتوماتيكمون معناها يجيونا ولا يكلمونا بالتليفون اللي محطوط على الباس باش نتنقلوا لهم خاطر فما عباد ما تنجمش تتنقل وفما اللي يصب لنا في الكونت بانكير نتاعنا. فهمت هكيكا معناها تصير كيما نقولوا نجمعوا شنو اللي عندنا ومن بعد كيما نقولوا نكملوا نحن النقايص كيما نقولوا الحاجات الناقصه نكملوها. فهمت باش نحاولوا نوفروا الوجبات الكامله معناها وكل والحاجات اللي يشتهيهم. فهمت خاطر التونسي في طبع في بالاخص في رمضان وكل شيء يشتهي برشا وكل. فهمت معناها مش كيما نقولوا هو محتاج احنا نزيدوا كيما قلنا نعطيوا حاجه معناها واحد نعطيوا حاجه بالقدا تبقى يكون مزيان ويبدا مسخم ويحس روحه معناها كاينه في دار وكل شيء. معناها نفرحوا بالناس بالقدا بالقدا. فهمت خاطر نحن الشعار نتاعنا اللي ZDF نظامي. فهمت معناها هم اصحابنا وهم اخوتنا وهم احبابنا وكل. فهمت واضح ويعطيكم الصحة على الخدمة الكبيرة اللي قاعدين تقوموا بها. وجوستومون دونك احنا في الستارت اب فيلاج اكسبريس اف ام وكل زملائنا باش نكونوا موجودين معاكم في اون اكسيون اللي باش تكون دونك 4 افريل دونك لتوفير وجبات شقان الفطر لقرابة ال 100 اس دي اف. دونك هوني لي بينيفول ولا الناس اللي تحب تكون موجودة معاكم ولا تتنقل معاكم وتساهم معناها في المبادرات هذوما هذا ممكن؟ مرحبا 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 مرحبا. نحن ديما نقولوا للناس الكل مرحبا مرحبا باللي باش يجي. مرحبا نفرحوا بالناس ويعيشوا معنا. خلي يعيشوا معنا الواقع معناها مش كيما خاطر كيما ترى على الباج ومش كيما ترى لي سيكونس. اما مش كيما تعيش معناها تخرج على معناها على المباشر وكل شيء تعيش معنا الاكسيون من اللي نبداو معناها نحضروا حتى اللي نتهناو عليهم. فهمت ونوصلوا حتى ما نشقوش الفطر في الديار. احنا على ريتم هذا عطينا العباد تشق فطرها معناها الناس المحتاجه تشق فطرها ونحن ما نشقوش عادي ما يقلقش. فهمت المهم واحد يربح اجر وكل شيء كلها امور انسانيه. بالضبط معناها نحاولوا نريدوا بعضنا. فهمت عرفه اللي حب يتواصل معاكم اللي حب يعاون اللي حب يكون موجود اللي حب يكون بينيفول معناتها او سان دو لاسوسيسيون في هالليزاكسيون هذوما تاع رمضان. اللوكال نتاعنا في نهج اليمن مقابل مدينه الثقافه والكونت بانكير الريب بانكير ونمرو التليفون موجود على الباج. فهمت يكلمنا في كل وقت معناها اللي كيما نقولوا يبدا بعيد نجموا نتنقلوا له
واللي ينجم يصب ولا ينجم كما نقولوا يجيب دون يجينا للنهج اليمن ومقابل مدينة الثقافة، والا كما نقولوا يحب يعيش معنا لاكسيون يجي مرحبا بيه. نحن مرحبا بالناس الكل، معناها مرحبا باللي باش يجي. شكرا لك على فتويت، يعطيكم الصحة وبغافو على الخدمة الكبيرة والمجهودات الكبيرة اللي قاعدين تقوموا بها. شكرا لك. نطق رسمي بجمعية اسوسيسيون اونيفرسيل على فتويتي، ميرسي انكور اللي كنت معنا. تعرفنا شوية على الجمعية وحكينا على فئة منسية شوية اللي هما لي اس دي اف اللي سون دوميسيل فيكس، واللي الناس هذوما في الليل في الشارع ومسحقين جوستومون. شكون يتلفت لهم لفته كريمه ويوفر لهم وجبه الافطار نتاعهم؟ دوك يعطيكم الصحه على الخدمه هذه. كانت هذه لينيسياتيف دو جور، نكملوا معاكم مع باقي الفقرات. فيكم نهار وقاسم، وخليكم في الاستماع.